أصبح انطلاق الرخص الإلكترونية في الكويت أسرع وأسهل من أي وقت مضى، وذلك تماشيا مع رؤية دائرة التنمية الاقتصادية لمساعدة أصحاب المشاريع في إطلاق وتوسيع أعمالهم بدون الحاجة إلى عمليات وإجراءات مطولة. وزارة التجارة والصناعة وعلى موقعها الإلكتروني في تويتر تداولت فيديو لسالم الدوسري صاحب أول رخصة تجارية إلكترونية، وصف فيه الرخصة الجديدة أنها توفر الجهد والوقت، وهو وصف عفوي مشجع توج عمل كل القائمين عليه في وزارة التجارة والصناعة. فكرة المشروع دائما موجودة، لكن الإجراءات الروتينية والمشاوير اللي كنا نحتاج نسويها ونروح فيها حق الوزارة كانت دائما تمثل حاجز قدام أي مبادر. فلما سمعت عن الرخصة الإلكترونية بطلت اللابتوب وأنا في البيت، اتبعت الخطوات بكل سهولة، عبيت البيانات، اسم الرخصة، الشركة وإلى آخره. وبعد ما تمت الموافقة على نوع النشاط ونوع الرخصة التجارية، دفعت عن طريق الكينت رسوم الرخصة، وقدرت أني أنا أطبع رخصتي وأنا بالبيت من غير أي صعوبة. رخصة إلكترونية اليوم وفرت علينا الجهد، وفرت علينا الوقت والمشاوير الروحة والجاية، والأحلى من هذا كله أنك تقدر تستخرجها في أي مكان، في البيت، في الديوانية، من غير ما تلتزم بساعة محددة للتقديم.